البلوجر العراقي سمسم في تعليق مفاجئ بعد أنباء وفاتها على يد مجهولين. كنت أفتهم بس من الأغنية كلها صار بنشر قبت السيارة بينا وصار انتشر موقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر انتهاء حياة البلوجر العراقي سمسم بعدما تعرض الناشط الذي دعا سمسم يوم الخميس لحادثة بأداة حادة في منطقة البطن بمحافظة الديوانية مما أدى إلى وفاته. علي يا علي يما تخبل روحي ويزل على شفت يبو. بدور إدارة البلوجر ببث مباشر على حسابه على تيك توك كشف أنه بحالة جيدة وعاد من الموت بحسب قوله. وكان مراسل تلفزيون السومرية ذكر أن بلوجر يدعى سمسم عمر 28 عاما تم إنهاء حياته على يد مجهولين بعد طعنات من أداة حادة في منطقة البطن قرب الفلكة الجدارية وسط مدينة ديوانية مركز المحافظة. سمسم هو أحد الناشطين على موقع التواصل الاجتماعي في العراق، فيما أن جنات لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية ونقل جسد الراحل للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية بحسب ما أفاد المراسل. الحمد لله عايش. يقولون مثل صدق حسوني مثل بعدك عاد ما بني عايش بأمريكا. مخبلين انتو كري موجود وموجود وموجود. تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر إذ انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض. من التعليقات الواردة الله يرحمه ويغفر له صار ضحية وراح الباقيين يمشون عدل يحترموا حالهم نعلوا أبو الحرية. وفي تعليق آخر قال بيشجعون على ما حدث معه بالكومنت لتتفاعل كل القوانين شان كلهم ظلوا ساكنين المحاكم سير ضدهم بس لا تحرض على قتلهم. أنا هسه البرنامج الموجود بتلفوني هو التيك توك قبل يعني شو كنت ما يريد يجي على بالي يجي أفتح النهجم.